إذن باتجاه محطة العاشر من تشرين الأول المقبل يمضي قطار الانتخابات البرلمانية في العراق محملا بعباء تحاول ثنيه عن الوصول إلى وجهته. فالأسابيع الأخيرة شهدت هجمات شملت عددا من المرشحين، ما أدى إلى توقع وصول عدد المنسحبين من هذا السباق إلى أكثر من 100 مرشح لأسباب يرجح منها الأوضاع الأمنية. هذا الأمر دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تجديد أمره إلى الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها لتوفير بيئة انتخابية آمنة، غير أن هذه العراقيل ليست المشهد كله بالانتخابات الموعود منها جني ثمار ثورة تشرين بتغيير النخبة السياسية الحاكمة وتشابكاتها الحزبية وما ناتج عنها من تفرعات صممت وفق مصالح عراقية وإقليمية، وهي حالة تقليدية تكرست باتت تتنافس مع أخرى أفرزها حراك يدعو إلى تجديد الحياة السياسية. إذن ينتظر العراقيون العاشر من تشرين الأول المقبل ليضعوا بصمتهم الأولى على قانون الانتخاب الجديد. لأول مرة سيحسم السباق الانتخابي طبقا للنظام الفردي، وسيكون الفائز هو المرشح أو الكتلة أو الحزب الحاصل على أكثر عدد من الأصوات. فقانون الانتخاب الجديد جاء بعد ضغط من الشارع العراقي طالب حينها بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، ورغم محاولات تخطي عتبة الطائفية إلا أن رائحتها لا تزال سائدة على مائدة المشهد الانتخابي. فالسلطة هناك مقسمة بين السنة والشيعة والأكراد، وهذا الأمر ينعكس بطبيعة الحال على الانتخابات التشريعية. التحالف الأبرز خرج من شمالي البلاد، فالاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير شكلا تحالف كردستان، حيث يرى مراقبون أن هذا التحالف قد يقلب موازين القوى في كردستان باعتباره منافسا قويا أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني التابع لمسعود برزاني، فضلا عن أن تحالف كردستان من الممكن أن يعزز الوزن السياسي الكردي في بغداد. على صعيد الساحة السياسية السنية فهنالك تشظٍ، إذ وصل عدد التحالفات المتنافسة إلى 3، هي تقدم الوطني والمشروع الوطني للإنقاذ وتحالف عزم العراق، وهذا الأمر قد يربك أصوات السنة ويفتت التحالف في البرلمان. كذلك الأمر تشهده ساحة التحالفات الشيعية، فعدد التحالفات وصل إلى نحو 6، أبرزها كتلة الفتح ودولة القانون وتيار الحكمة وسائرون، وكل من هذه التحالفات له مرجعيته ومصالحه المتناقضة مع الأخرى، فضلا عن عدم وجود كتلة موحدة. إذن هي أقل من 4 أشهر ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات حتى اللحظة تتحرك برأي مراقبين ضمن كيانات سياسية تتقسم على أسس طائفية أكثر من كونها حزبية أو مستقلة هادفة، خلافا لما طالبت به ثورة تشرين الأخيرة. للمزيد أرحب بضيفي من بغداد نبيل العزاوي الباحث في الشأن السياسي، ضيفي كذلك من أربيل كاظم ياور الباحث السياسي، أهلا بكما. أستاذ نبيل سأبدأ معك، لماذا هناك من بات يشكك بنزاهة الانتخابات النيابية المقبلة؟ أولا تحية لحضرتك ولضيفك ولكل جمهورك الكريم. أولا هذه الانتخابات المبكرة هي لا توجد، يعني انتخابات مبكرة في يعني كما عهدناها مثل الانتخابات الباقية، أي لا يوجد في الدستور العراقي شيء اسمه انتخابات مبكرة، ولكن جاءت هذه الانتخابات وفق متغير كبير، تغيرت حكومة، تغيرت مفوضية، وتغير قانون انتخابات بعد الأحداث التي حصلت في تشرين. بلحاظ ذلك وقبال ذلك هنالك تشتت أصبح حتى مع يعني التشرينيين، لم يكن لديهم رأس أن يدخلوا به، ولم تكن لحد الآن قائمة واحدة يمكن أن يتنافسوا معها مع الكبار، هنا أقصد الكبار الأحزاب التي حكمت أكثر من عقد ونصف، وهذه الأحزاب يعني أسست لوجودها لتبقى ولا لتذهب. بدليل ذلك إن هذه الأحزاب بدأت الصراع الانتخابي بدأ قبل الانتخابات، أي قبل أن تعطي المفوضية
وقت الدعاية الانتخابية وبدأت التنافسات الانتخابية وبدأ الحراك. يعني لاحظ أن هنالك قوائم بدأت تلتقي مع الكرد والسنة، قوائم شيعية وكذلك قوائم أخرى تسارعت لأن تكسب الأصوات الأخرى مع القوائم الأخرى. بالتالي قبال هذا وذلك هنالك تشظي أمام من؟ أمام الذي ينتخب، الناخب العراقي في حيرة أم من أمره. هنالك من لا يريد الذهاب، وكما سمعنا أن الكثير قد يقول ما الذي سيحدث من هذه الانتخابات وما هي مخرجات هذه الانتخابات إذا كانت هنالك نفس الأحزاب ونفس الشخصيات ستدخل وستدور وجوهها من جديد. أنا أعتقد سيدي الكريم أن لدينا انتخابات 2018، يجب أن لا يعود السيناريو القديم وأن يذهب يعني أقل من 28 أو 30%، وهذه المشكلة الطامة الكبرى. هنالك الفئة الصامتة التي يعني تتجاوز أكثر من 70%، هذه الفئة الصامتة والمترددة هي التي تقلب موازين القوى إن شاركت في الانتخابات. يجب أن تكون رؤية ويجب أن تكون هنالك تخطيط من قبل الحكومة العراقية لإعادة الثقة المسلوبة ما بين المواطن وما بين الحكومة. لم تكن هنالك ثقة طيلة هذه العقد ونصف وأكثر ما بين المواطن والحكومة، ولم يقدم شيء يعني حتى لاحظ أبسط الخدمات لا توجد. أنا أعتقد سيدي الكريم هنالك ضبابية كبيرة في هذه الانتخابات. هنالك من يذهب ويقول ويرى بأن هذه الانتخابات أصلا سوف لن تكون في الشهر العاشر، هنالك من يذهب لأنها ستكمل الحكومة مهمتها، لأن الأرضية لا زالت سيدي الكريم هي ليست مهيئة، لا يوجد أمن انتخابي لحد الآن. لاحظ الاغتيالات، لاحظ هنالك الأمور التي بدأت تتصاعد. سأتي إلى الموضوع الأمني، سأتي إلى الموضوع الأمني أستاذ دبيل. أستاذ كاظم من أربيل، تحالف انتخابي بين الاتحاد الوطني الديمقراطي وحركة التغيير الكردية، برأيك هذا التحالف لمن هو موجه؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي سادة مشاهدي ومتابعي قناة المملكة، كما أحيي السيد الضيف معنا اليوم، وتحية إكبار وإجلال لأرواح شهداء تشرين الذين أحدثوا شرخا كبيرا في جدار انسداد عملية السياسية والانتخابية وقلبوا مع معادلة السياسية في العراق، حيث أن المتسلطون بالسلطة السياسية والعملية الانتخابية منذ 15 أو 16 سنة هؤلاء قد تلقوا صدمة قوية جدا من حراك تشرين، لم يكن يتوقعوا هذه الصدمة، فحاولوا بشتى وسائل من قمع هذه المظاهرات وإسكاتها بوسائل عديدة، منهم من ذهب إلى قمع عن طريق السلاح، ومنهم من ذهب عن طريق استيعابهم بإعطائهم بعض الأمور ثانوية كتعيينات أو توظيفات الوقتية، وهناك وسائل وأساليب اتبعها البرلمان العراقي من سن قانون المفوضية الانتخابات وترشيح القضاة الجدد وقد استغرق وقتا طويلا، وكذلك سن قانون الانتخابات وقد استغرق سنة كاملة. كل هذه التوقيتات من عمر إجراء انتخابات مبكرة. أعوذ بالجواب على سؤالكم الكريم، حيث أن التحالف الجديد الذي شهده إقليم كردستان العراق بين الحزبين اتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران أو التغيير، هذه التحالف صح عنوانها جديد، ولكن من حيث الواقعية أو الجغرافية الانتخابية السياسية هي تعود إلى شيء واحد، حيث أن هذين الحزبين بالمحصلة النهائية هم حزب واحد قد انشق، يعني حركة غوران انشق عن الاتحاد الوطني، والآن الخارطة الجغرافية لهذين الحزبين
هي في مناطق معينة من إقليم كردستان العراق في محافظة السليمانية، ولكن بالمجمل هل أن هذه الأحزاب السياسية سواء كانت هذه التحالف أو بقية الأحزاب العراقية، هل أنهم سوف يستطيعون من العودة مرة أخرى وحصول على مقاعد انتخابية كما كان عليه في انتخابات 2018؟ هنا هذا السؤال يعني يجيب عليه الشارع العراقي. الشارع العراقي عندما انتفض على عملية السياسية وأراد تشريع قانون انتخابي نزيه وإجراء عملية انتخابية شفافة، وكان لديه تطلعات كبيرة وكثيرة، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الجهات السياسية والكتل السياسية قد استغل الوضع وقام باستيعاب هذه المطالب وتحريفها وسير بها إلى مسارات أخرى، حتى وصل بنا الحال اليوم نرى هناك يعني انسحابات، ولأسباب كثيرة وعوامل ربما نأتي عليها لاحقا. إذا العملية السياسية أو الانتخابية الحالية سوف لن تكون مجدية إذا لم تشارك الشعب العراقي والناخب العراقي بفعالية كبيرة يعني أكثر مما كان عليه في 2018. طب أستاذ كاظم، ما الذي إذا كانت الفئة الصامتة، الفئة الرمادية، الفئة التي تدرك أن هذه القوة التقليدية هي التي من تسيطر على مقاليد الأمور في العراق منذ العام 2003، ما الذي سيحفزها على أن تشارك بكثافة سعيا للتغيير؟ أم أن التغيير في العراق هي عملية شبه مستحيلة لسطوة وسيطرة وغلبة هذه الأحزاب؟ طبعا نحن إذا أخذنا من جانب إرادة الشعوب، فالشعب العراقي عبر يعني انتفاضة التشرين أو ثورة التشرين قد أعطى دماء، يعني مئات الشباب قد استشهدوا، يعني ليس غالي عليهم الشعب العراقي أن يذهبوا يصوتوا أو يأخذوا بعض الساعات من أوقاتهم لكي يذهبوا إلى التصويت. ولكن كما ذكرت أن المتمسكون المتسلطون على مقدرات الشعب العراقي قد تمكنوا مرة أخرى من السير بالعملية السياسية والانتخابية إلى مسارات يعني انسداد أمام فئات جديدة أو التشرينيون أو الشعب العراقي. 80% المقاطعون للانتخابات في 2018 هؤلاء أرادوا المشاركة، وحتى المرجعية في النجف الأشرف قد طالبت الجماهير العراقية بأن لا ينتخبوا المجرب، يعني المجرب لا يجرب. هذه الشعار رفعه المرجعية. فإذا الأوساط الدينية وكذلك التشرينيون هم متفقون بتغيير هذه الوجوه، ولكن ليس أمامنا عملية تغيير إلا عملية الانتخابية. صح أن هناك عراقيل وهناك يعني تسيير الأمور واستعمال السلاح المنفلت وكذلك المال السياسي، كل هذه الأمور صح عراقيل أمام الشعب العراقي، ولكن ليس لدينا تغيير أو عملية ناجعة لتغيير عملية سياسية أو هذه الوجوه الحالية إلا عن طريق المشاركة الفاعلة في الانتخابات يعني 10/10 من هذه السنة. طيب أستاذ نبيل، ذكرت أن هناك عمليات انسحابات متكررة، عمليات تصفيات لناشطين، ذكر ضيفي من أربيل السلاح المنفلت، المال الفاسد أو الأسود. هل السلاح المنفلت اليوم في الدولة العراقية أو خارج إطار الدولة العراقية هو التهديد الوحيد لهذه الانتخابات المقبلة، أم إضافة إلى ما ذكر من عراقيل يضع ظلال قاتمة وظلال من الشك حول إمكانية عقد هذه الانتخابات من عدمها؟ يعني التحديات كثيرة سيدي الكريم. لاحظ أن الواقع العراقي واقع غاطس بالأخطاء،
والمنظومة بحد ذاتها بحاجة إلى نظام وإلى تصحيح الرؤية. نحن أكثر ما نحتاجه إلى تصحيح الرؤية. يعني اليوم نتكلم على انتخابات وفق ظل هذه المعطيات التي تحدث، لا أحد يعني حتى الشرعية، أنت اليوم العالم ما ينطي، طبعا هي صحيح يمكن تكون انتخابات قانونية، ولكن أن يعني تصطبغ بالصبغة الشرعية هذا هو المهم. كيف يمكن أن تكون شرعية وهي انتخابات تكون بها 25 أو 30 أو أقل؟ بالتالي يجب على الدولة أن تكون صاحبة الرؤية وصاحبة حلحلة هذه القضايا، وتعرف من الذي يعني يلعب في الداخل، ومن لا يريد الانتخابات أن تحدث، ومن الذي يقتل، ومن وشكلت لجان كثيرة، ولدينا تخمة في اللجان سيدي الكريم بلا مخرجات، ولا توجد رؤية لحلحلة هذه القضايا. الكثير من والكثير من التحقيقات حصلت، لكن لحد الآن يعني لحد الآن لم نرى هنالك من قدم، ولم نرى هنالك من هي الجهات التي تحاول العبث في أمن الانتخابات ولا تريد الانتخابات أن تحدث. قضية أخرى سيد الكريم، أنا يعني لاحظ أن التحالفات التي تحدث ما بعد الانتخاب هي التي تسبب هذه الكوارث. يعني اليوم إحنا بنتكلم عن تحالف شيعي وتحالف سني وتحالف كردي. أنا أعتقد إذا أردنا أن نصحح هذه الخطيئة الكبيرة، ولا أقول خطأ، هي خطيئة كبيرة، يجب أن تكون تحالفات يعني طولية. هذه التحالفات تتمثل في تحالف كردي سني شيعي، قباله تحالف أيضا كردي سني شيعي، يكون هنا نظام الموالاة والمعارضة. هذا الذي لم يحدث من 2003 إلى يومنا. الكل يشترك في الحكومة، والكل يعني يأخذ ما يأخذ من الحكومة، والكل ينقد الحكومة، وهذا يعني هذا غير موجود في كل الأعراف. يعني كنا نتكلم عن انتخابات سان ليغو، وبعد ذلك تكلمنا ما شابها من شابها، واليوم وبعد ذلك هو الانتخابات كانت يعني دوائر 18 دائرة. فكان الصراع يعني هو صراع موجود، ولكن لم يكن بذات الهالة. اليوم نتكلم عن دوائر 83 دائرة، هذه الطامة الكبرى. هنا الصراع سيكون في أشده، في كيف يمكن الدولة العراقية أن تحفظ الناخبين، تحفظ المنتخبين. كذلك يجب أن تكون هنالك سيد الكريم رؤية حقيقية لحلحلة هذه الأمور التي يتساءل عليها الناخبين، وإعادة وأكرر وإعادة الثقة المسلوبة. اليوم المواطن يجب أن يرى من هذه الكتل ومن هذه الأحزاب برامج تختلف عن البرامج التقليدية القديمة التي سئم منها المواطن. اليوم الكتل تتصارع قبل الدعاية الانتخابية وتذهب. يعني اليوم نعتقد ويعلم السيد الضيف الكريم وتعلم حضرتك، الناخب اليوم بدأ يذهب إلى المناطق ويعطي وعودا. يعني النائب ليس من حقه أن يعطي وعودا، هو يراقب من يعطي الوعود. هي هاي الكارثة اليوم، هنالك سوء فهم في تداخل المعلومات وسوء فهم حتى لدى الناخبين. أنا سيدي الكريم يجب أن أذكر قضية مهمة، هي قضية الدولة العراقية. يجب أن تهيئ مناخات آمنة، ويجب أن تعطي رسائل اطمئنان، ويجب أن تهيئ أرضية، سواء حدثت الانتخابات بعد 3 أشهر أو لم تحدث حتى بعد 7 أشهر. أنا لا يهمني الوقت، وحتى المواطن لا يهمه الوقت بقدر ما يهمه مخرجات هذه الانتخابات. لاحظ هذه الانتخابات هي أخطر انتخابات في تاريخ التأسيس، يعني من 2003 إلى يومنا، لأن هذه الانتخابات جاءت يعني وفق معطيات كبيرة جدا. يعني سئم المواطن من الوعود الكاذبة، وسئمت حتى المرجعية وقالت لقد بح صوتنا من هذه والفساد. ولاحظ الكثير من القضايا والكثير من الأمور التي ظلت سائبة بدون مخرجات. اليوم على الناخب العراقي يعرف ماذا يفعل عند قدومه للانتخابات. بالتالي أنا أعتقد كما ذكر ضيفكم، يجب أن تكون حتى من القيادات. لاحظ أن قبل أيام ذهب السيد موفد، السيد مقتدى الصدر، والتقى بالسيد البرزاني. أنا أعتقد هذه التحالفات يمكن أن تأتي بأكلها، أن لا يعني أن نتخندق ونتشرنق تحت تحالف كردستاني وتحالف شيعي. يجب أن يكون تحالفات مع بعضها، بالتالي عابرة. يمكن أن ننتج كما أسلفت معارضة حقيقية، وأن تقوم الحكومة، وبالتالي أن نؤسس لمفهوم جديد، وبعد ذلك نحن لا يعني يمكن أن نحاسب من لا يعطينا ولا يقدم شيئا للمواطن العراقي. طب أستاذ كاظم، هذا التحالف الانتخابي الجديد بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، كيف سيسعى إلى تقوية موقع الكرد في إقليم كردستان العراق وكذلك في العاصمة بغداد؟ طبعا بالنسبة للتحالفات السياسية،
قبل أن ندخل في مضامين التحالفات السياسية، مقاعد النيابية هي موزعة الآن على 83 دائرة انتخابية على جغرافية العراق، حيث أن مقاعد إقليم كردستان العراق هي محفوظة، يعني هذه ثلاث محافظات يعني لا يخرج منها إلا يعني مرشح كردي، سواء كان من حزب الديمقراطي أو من الاتحاد الوطني أو غوران إلى آخره. ولكن المنافسة الشديدة فيما بعد ظهور النتائج هذه الانتخابية، حيث أن المعروف ومعلوم لدى الجميع أن المناصب السيادية العليا في العراق يعني أصبح هناك عرف خاطئ، هي ليس عرف دستوري ولكن عرف سياسي محاصصة بمحاصصة طائفية أو عرقية باسم يعني المشاركة في السلطة السياسية، حيث أن رئيس الجمهورية أصبح من حصة الكرد، وكذلك رئيس الوزراء من حصة الشيعة، ورئيس البرلمان من حصة السنة. نعم. هذا معروف. نعم. ولكن التنافس كردي كردي على منصب رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث في الانتخابات الأخيرة 2018 رأينا أن حزب الديمقراطي قد حاول يعني إبراز مرشحه، وكان مرشحا قويا سيد فؤاد حسين بمنافسة رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ولكن بفارق أصوات تمكن في الجولة الثانية السيد برهم صالح من حصول على رئاسة الجمهورية، علما أن رئاسة الجمهورية منذ 2005 بيد الاتحاد الوطني. ولكن في هذه التحالفات الجديدة في الساحة السياسية قد رأينا بعض الأوساط السنية الآن ربما لديها بعض الآراء أنها تريد الحصول على رئاسة الجمهورية بالمقابل يعني ذهاب رئاسة البرلمان إلى الكرد، وهذا مناورات سياسية ربما ستحصل مفاجآت قادمة بعد التحالفات بعد ظهور النتائج الانتخابية. ولكن نحن كشعب العراقي كمراقبين نسأل، هل أن المظاهرات أو الانتخابات المبكرة أو الصوت الشعبية طالبت بعودة المحاصصة السياسية أو الطائفية أو العرقية مرة أخرى إلى مشهد السياسي العراقي؟ الجواب كلا. نعم. لماذا دفعنا هذه الدماء؟ لماذا دفعنا هذه إذا في المحصلة، إذا في المحصلة كأنك تقول الثورة الحراك من أجل تغيير عملية سياسية والانتخابية. نعم. كأنك تقول الحراك في واد والطبقة السياسية في واد آخر. من أربيل كاظم ياور الباحث السياسي، أشكرك، كذلك من بغداد نبيل العزاوي الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكما.